السلام عليكم، مع خيكم العبود. اليوم الفيديو حيكون عن مانشستر، بس قبل ما نروح على مانشستر خلينا نعبي السيارة بنزين ونجيب قهوة ويلا نروح. لوك 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 لوك. حلقتنا اليوم عن شارع العرب بمانشستر. لما تسمع مانشستر على وهلة بتفكر انك حتشوف عمار وحتشوف تطور وحتشوف شيء حديث، لكن اليوم نحن من شارع العرب، لوهلة حتحس انك انت بقلب ضواحي دول عربية. بالعادي ما فيك تمشي بهالمناطق، ما فيك، عجقة مش طبيعية، لكن هلا مع كورونا فاضية. في حركة خفيفة بس مش مثل قبل ابدا، فاضية على الاخر. العربي اللي عايش بمانشستر ما بحس حاله للحظة انه بالغربة، لانه موجود من كل شيء، كل شيء، قهاوي، مطاعم، مدارس دينيه، مدارس عربيه. What are you doing brother? How are you brother? We're doing donut delight. We have freshly made donuts with the correct بلاش. chai. بلاش احسن جميل دونت. احسن جميل. يلا دونت. يلا دونت. يلا دونت. Freshly made with correct chai. Very nice. Thank you, boss. Very nice. It's completely free. Be my guest. When it's free, it tastes even better. Can I have another one? Of course you can, sir. Thank you so much. What's your name? Azim. Nice to meet you. No, that's so much. Thank you. Thank you. Thank you, boys. Thank you. Enjoy the lights. When did you for like manazir? أكيد طالما رحت على مانشستر لازم تزور أشهر محل معجنات سيدر. شكرا. هاي الصور بدها تنزل فين على مجلة؟ يوتيوب. يوتيوب. والحلو بالموضوع إن المطبخ مكشوف، تقدر تشوف كل شيء عم ينعمل جوا. جينا لنطلب حب صاحب المحل يفاجئنا. خلينا نشوف. صورني صورني. ما شاء الله. للي عايش ببريطانيا بيعرف كتير منيح هيدا المنظر قديه غالي. مع اللبن، لحم بعجين. محتار بشو بلش. حنجرب الدجاج. توم اصلي. بريطانيا كله ما في منه. بعد هيدي الوليمه اللي كانت كتير طيبه مع اغاني فيروز اللي رجعتنا كانه قاعدين ببيروت، صاحب المحل ما قبل نفل من هون غير ما يدوقنا الكنافه تبعيته. خلينا هات نشوف. لنشوف. واو واو. أطيب كنافة. فوت فوت جرب. شو جرب جرب يلا. يلا اعطينا اعطينا رأيك اعطينا رأيك. عن جد بيستاهل تيجي من آخر الدنيا.
ليك 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 واو من ويلز من اخر الدنيا. شو رايك؟ سون الجبنه كانك عم تاكلها بلبنان. ملك الحلويات بانجلترا عبيادي. انا بقول لك طعمه ممتازه. واحد من اهم الاسباب انك تجي على مانشستر تجي لهون. شكرا كثير معلم. شكرا على حسن الضيافه. ولو يا رجل انا اهلا بكم. سلام. اذا نهار ما بينختم الا بفنجان قهوه. رغم كورونا مع كل شيء قهوة شفناها فاضية، هذا القهوة شيء مختلف. وهذا كان الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكم. حاترككم بمقطع صغير من اول شارع رشم لاخره اللي هو شارع العرب بمانشستر. بتمنى يكون عجبكم. بشوفكم بفيديو جديد. سلام. شرطة السياحة صح؟ شكرا.